هلا مشاهدينا ننتقل لمادتنا التاليه وفقرتنا التاليه. رشا، رشا يمكن كثير منا او الاغلبيه اليوم عم يمر بظروف صعبه وقاسيه وضغوطات اجتماعيه صحيح. اقتصاديه، كيف فينا يمكن نتحدى هي الضغوطات؟ ولازم يكون بحياتنا ناس داعمين حقيقيين بنقدر نعبر عن عواطفنا وبنقدر نعبر عن كل ضغوطاتنا معهم بدون ما ناكل هم مثلا يفهمني غلط، يكون في علاقه نفسيه عاطفيه صحيحه. أكيد نور، هون إذا بدنا نروح شوي لموضوع علم النفس بدنا نقول اليوم نحن بحاجة لمهارات إنسانية، هون بيجي دورها. اليوم كثير بنلاقي إنه نحن بحاجة لهدول الأشخاص، أحيانا بيقولوا لك الضحكة والكلمة الحلوة هي صدقة وهي ممكن تكون جبران خاطر، نحن بالنهاية عايشين بمجتمع أكيد صعب اليوم نكون نحن لحالنا، ولكن كنا عم نحكي عن موضوع التعاطف إنه هو درجات ممكن يكون بأقصى درجاته يؤذي بشكل نفسي يؤذيكي بالنهايه يعني يؤذيكي ويؤذي الاخر حسب التعامل صحيح. عم نحكي عن هذا الموضوع قد ايه مهم التعاطف مع الاشخاص اللي حوالينا، قد ايه مهم الحدود بيننا وبين الاشخاص اللي حوالينا، وكثير من المعلومات مع ضيفتنا لليوم مدربه التنميه الذاتيه هلا الشيخ. يسعد صباحك. صباحك يا رب. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. اهلا وسهلا. كنا عم نحكي كثير تحت الهواء يعني بس قبل ما نبلش بالتفاصيل ونوسع النطاق اكثر خلينا نعرف للناس شو معنات التعاطف لانه يختلف يعني تمام. خلينا نعرفه بشكل مبسط أكثر. التعاطف هو مهارة وهي هي المهارة درجة تحت مهارات الذكاء العاطفي. بس تعريف التعاطف كمصطلح حقيقي هو إنه القدرة على قراءة أفكار ومشاعر الآخرين وفهمها وتقليدها. وطبعا في أنواع للتعاطف بس هو كمهارة أساسية وأكثر حدا إنه شرح عنه وفصله وعطى خطوات إنه متى بيكون التعاطف حقيقي متى بيكون إنه ما هو حقيقي يعني مزيف هو دانيال جولمان بكتابه بمهارات الذكاء العاطفي. فالتعاطف هو أنواع التعاطف عندنا نحن التعاطف المعرفي إنك تقري الطرف الثاني بشو عم يفكر وكيف عم يشعر. هذا التعاطف المعرفي نحن بنحتاجه بأماكن العمل إنه أنت أوكي بس بتتعاطفي مع الشخص بتعرفي شو صاير معه مثلا بتتعاطفي شوي إنك تعطيه مثلا تدعميه بحل أو تعطيه إنه إذا هو بيقدر ساعدك بشيء أوكي. التعاطف النوع الثاني هو اسمه التعاطف العاطفي هو اكثر شيء بنمارسه مع الاشخاص القريبين مننا انه بنتعاطف وكانه بنحمل مشاعرهم يعني بصير انه هو حزين بصير انا الحزينه هو فرحان انا الفرحانه. وثالث التعاطف هو التعاطف المتوازن مع الاقرباء اكثر او مع المحيط الضيق يعني الاحباب الاقرباء والدرجه الاولى يعني اكيد احباب اصدقاء او رفقاء او هيك. التعاطف الثالث هو التعاطف الوجداني هو المتزن يعني التعاطف المعرفي بتحسي بيتجه نحو العقل والتفكير اكثر ما كثير بعطيه مشاعر بالعاطفي لا بحس انه مشاعر اكثر تعاطفت وحملت مشاعر الشخص بالوجداني انا بقدر وازن هون لا انه خلص انه اوكي بيجي الشخص عندي مزعوج متضايق عم يبكي اول شيء بدي افهم شو صاير معه ما فيني دغري اتعاطف معه واركض بالحل واحمل مشاعر الشخص بدي افهم شو سبب المشكله ليش عم يبكي ليش زعلان وبعدين هون بقدم له حل ومساعده اذا هو بده هذا الشيء اكيد. طيب هلا عم نحكي عن موضوع نحن مثل ما كنا عم نقول نحن معظمنا عاطفيين متأثر بالطرف اللي قدامنا حتى لو ما بتكوني بتعرفي احيانا يعني لقطه على السوشيال ميديا ممكن تبكيكي ممكن تخليكي انه تعيشي ولو ساعه يعني انه انت انمقتي انزعجتي على هاي الشخص او سين من الناس. ايمتى نحن المفروض يكون هذا التعاطف عن جد بمكانه ايجابي او ما يضرنا نحن بشكل نفسي ما ياثر علينا لانه نحن بالنهايه فينا مكفينا يعني مضبوط وايمتى بيكون سلبي يعني بين الايجابي والسلبي؟ هلا التعاطف الايجابي هو له خطوات يعني اليوم نحن لما بنتضايق وبننزعج بنروح لعند شخص بدنا نحكي له فانا رايحه لحتى ارتاح واشعر بالراحه وفضفض قام الشخص الثاني شو ببلش اما بيقيم اما بيحلل اما بيفسر اما بيصير انه بيقيم الحاله وبيقاطعني بمشاعري يعني فانا هون بتضايق وبنزعج انه انا رايحه لفضفض واحكي قام هو لا بصير بيقاطعني بيحكم علي بحلل ما اعطاني مساحه امنه لحتى احكي. هذا رح يكون اسمه تعاطف سلبي. نحن بنفكر انه عم نمارس التعاطف ولكن انا ما بكون عم مارس التعاطف لانه انا لما بدي مارس التعاطف حقيقه اول خطوه انا بدي استمع للاخير نحن عندنا الاستماع مستويات في اشخاص بتستمع بنيه انه انت بس عم تحكي اوكي انا سمعانه في اشخاص لا بتستمع بس بتاخذ الجزء اللي هي بدها اياه وبتصير بتحاكمك عليه في اشخاص لا بتستمع استماع حقيقي انه انا اوكي مثل عم بسمعك بقلبي قبل عقلي ما عم فكر ونحن هون لما بنحتاج التعاطف اليوم للاسف ما بنلاقي ليش؟ لانه انت لما عم تحكي لحدا من وراء عمليه النقد والتقييم والتحليل والتفسير بصير في شد وجذب عاطفي.
لانه بدل ما تقلب القصه لانه انا جاي لارتاح وفضفض لا انت خليتني اتضايق بزياده وزعجتني وبتنتهي بخناقه وانفصال يعني كثير مشكله إيه لانه التعاطف في خطوات اساسيه انا لازم مارسها ليكون تعاطف حقيقي. طب خلينا نحكي عن هي الخطوات الاساسيه. ايه تمام. اول شيء لما انا بدي اجي انه بدي اقعد مع الشخص بدي اسمع شو هو رح يجي مثلا مزعوج او متضايق، اول شيء هي خطوات تجي كمهاره عمليه انه انا مثلا شوف الشخص مزعوج، قلت لك نحن اليوم بنحكي بلغه جسدنا وبنبره صوتنا وبمشاعرنا اكثر ما نحكي انه بلساننا اكثر ما نحكي كلام صح، فانا بقرا هو قدره على قراءه الاخر، فانا بشوف الطرف الثاني مثلا مزعوج متضايق مثلا كل يوم بيجي ضحكان اليوم ما اجى ضحكان، عم بساله انه خير صاير معك شيء فيك شيء انا قريتك من لغه جسدك، عم هو اذا حب يحكي اوكي ما حب يحكي لا، بس لما هو بده يجي يحكي انا هون بدي اكون منتبه انه اول شيء ما بقيم ما بحلل ما بفسر ما بقاطع بتركه يحكي وانا عم استمع عن جد مو بنية انه انا بس بدي انه يحكي وبصير الحاكم وهون غلطت هون ما بصير تكون عملت هيك وهون لازم مره ثانيه تتصرف هيك إيه لا انا هون ما تعاطفت نقد رحنا لموضوع النقد اكثر انا بلشت اني انقد بلشت ازعجه هو ما عاد ارتاح اصلا يعني هي خطوات التعاطف الحقيقي بيكون ايجابي بيتحول لسلبي لما انا بيجي لعندي الشخص وقدمت له التعاطف الحقيقي بس هو ما عنده رغبه انه يغير او ولا عنده رغبه انه يحل هو بس بده يحكي ويشكي ويفضفض هون بياخذ دور مثل بسموه انه دور الضحيه انه بضل بس بدي اشتكي واحكي إيه هون بقى بيقولوا بسلبي وبيعمل لي ارهاق عاطفي صحيح هلا طاقتك صحيح والارهاق العاطفي متعب بس لما نحكي هو التعاطف عمليه تبادليه يعني صح. لما نحكي عن الطرف انه اللي بده يحكي ويعبر عن مشاعره ويتعاطف الاخر لازم يتعاطف بطريقه صحيحه صح. بس من البدايه كنا عم نحكي نحن اساسا اشخاص عاطفيين والشعب العربي عاطفي جداً. يعني احيانا بتحسي حالك توصلي لمرحله انه انا من قد ما بحب مثلا صديقتي حدا زعل انا بزعل منه مع انه ما بعرف هيدا الشخص بس من قد ما انك متعاطفه معه صح. كيف فينا نحن من البداية يكون في عندنا تعاطف مثل ما قلتي وجداني سليم لحتى نربي أولادنا عليه صح. يعني شو هي الأسس الأساسية هلف. يعني الشرطي لنقطة كتير صحيحة مثلا ما يجي حدا بده يفضفض أحيانا من باب المحبة لإله بدك تعطيه مواعظ وحك لا اسمعي للآخر لا بعدين بدك تعطيه ملاحظات وطريقة الملاحظات لما يقول لك مانك ولي أمري أو هدول بيفوتي بنقاش ملاحظات عاطفية بمحلها بحيث ما تأذيه عاطفيا أو تأذي إحساسه ومشاعره تمام هلا انا اكيد ما عندي زر اني اضغط على مشاعري اتحكم فيها مثل ما بدي شوي انه تطلع مشاعري تكون متعاطفه شوي ما شوي شوي هون بدي يكون انا عندي تنظيم ذاتي لمشاعري يعني انا فهمان مشاعري وقدران انه اعمل ستوب انه انا اوكي شفت الحاله مثلا انه في ناس هون بتوقع كمان بين التعاطف والشفقه الشفقه هي احساس بالمعاناه وعندي رغبه اني انا اشيل هذا الشيء عن الطرف الثاني بس هذا الشيء رح ياذيني لانه اول شيء ما كان عندي فهم للحاله ولا ادراك للحاله اللي واقع فيها الطرف اللي انا بدي اقدم له التعاطف التعاطف بيعطيك دائما هو بحسه متوازن بيتجه لحلول اكثر بيعطيك مثلا انه دعم اوكي اذا انت كان بدك هذا الشيء فانا لما بدي طبق التعاطف صح لما بدي اقعد مع هذا الشخص واستمع له بدي استمع بنيه المساعده والفهم مو بنيه الرد مو بنيه يصير في هجوم بيناتنا وهون بهي القصه كمان انا لازم يكون عندي مراعاه وعنايه ذاتيه بحالي لاقدر اتعاطف صح يعني اول شيء بده يكون عندي تنظيم مشاعر بده يكون عندي عنايه ذاتيه بحالي في اشخاص بدك ترسمي حدود بدك تقولي لا وقت لا ولا لحالها جمله يعني في اشخاص انت تعاطفتي ما في شيء عم يتغير وما في نتيجه وكل يوم نفس القصه وكل يوم نفس المشكله طيب وبعدين انا اكيد ما رح فيني رح احمل عنك المشكله ولا فيني روح حل عنك فانا لا اوكي بقدم التعاطف الحقيقي وبعطي دعم بعطي حل قبل هو وراد اوكي ما قبل انا برسم حد بقول له يعني انا بحبك وبقدر هذا الشيء بس اذا انت ما غيرت وعملت هذا الشيء رح تضل انت عم تعاني وعايش بالمشكله لحالك صحيح هلا قد ايه اليوم الطرف الثاني او خلينا الطرف المستمع قد ايه المهم اليوم يمتلك توازن نفسي ليقدر يسمع صح ويعطي حلول صح. وما بعرف اذا بهذا الوقت نحن يعني عم نلاقي كثير في هدول الاشخاص المتوازنين نفسيا القادرين يسمعوا بقلبهم وبعقلهم يكون تحاليلهم صح للموضوع ذكرتي نقطه هي الشفقه ونحن احيانا ما بدنا نجامل بالقصة كثير عم نروح عليها يعني من باب المجامله عم نشفق على فلان من حاله انسانيه حاله صحيه اللي هي طب هاي الشفقه اذا هو حس مجرد نظره بعيني انه انا شفقان عليه انا صارت حالته أسوأ بسببي نحن كيف قادرين اليوم نفرق بين القصتين وما نروح لموضوع الشفقه مع الناس الصح هلا قلت لك الشفقه هي احساس بمعاناه الاخر ولكن في اشخاص اليوم بيستغلوا هذا الموضوع يعني اللي بيعيشوا هدول دور الضحيه اللي ما بيتحملوا مسؤوليه شيء بالحياه ودائما عم يلقوا اللوم على الناس دائما على الظروف لا في ناس بتحمل مسؤوليه بس تحب تعيش دور الضحيه يعني ايه بحس هو هلا له هيك مكاسب ثانويه ليش يعني انه مثلا بيأمن مصالحه دغري هي بتتحمل مسؤوليه تكون دور ضحيه عن جد مشان هيك هي بس مشان مكاسب ثانويه صحيح
هي اسمها دور الضحيه، هذا الشخص اللي معناه مسؤول عن كل شيء عم بيصير، انه انت هذا مو انا جبرك عليه، انه اللي السبب دائما عم يلقي لهم ولا مستعد يعمل شيء يغير. فهو له مكاسب ثانويه انه هو اللي بده اياه بيقدر يحصل عليه من الاخرين، من باب شو؟ انه يشعرهم بالشفقه عليه، انه انا والله ما فيني عم ساوي شيء، ما فيني عم اعمل شيء، مثلا ابي هيك، امي هيك، زوجي هيك، هي الاحداث والاسباب والظروف المحيطه بكل شخص هي عم تكون سبب بانه هو يستدر شفقة هذا الآخرين. عم يشوف كثير هيك، هذا الشيء كثير غلط. فانا قلت لك هون لما شخص بيكون بحبه، الشخص اللي ما بحبه خلص بقطع، يعني مثلا جربت اتعاطف معك مره مرتين ما لقيت انه عندك تغيير، فخلص بحاول بعد انه حيكون مستنزف لطاقته ويعمل لي ارهاق عاطفي بدون ما احس، يعني مجرد انك تسمعي، مجرد انه هو يبلش يحكي انت خلص صرتي تحسي انه مشاعر الشخص انت كانه لبستيها انت، وصرتي انت الحاله، يعني انت المزعوجه والمتضايقه، هي طاقه عم هي طاقه عم تنتقل من شخص لشخص بالشفقه. انا هون هيك عم بصير فيني عم اتقمص حاله الشخص وعم عيش هي المشاعر، وبالتالي عم اجرب يمكن نفس القصه اني اعيشها. التعاطف بيخليني اكون واعي متوازن. بس هلا بتحسي هذا النمط موجود مش الشخص اللي عم يسمع، المحيط يعني اكيد الشخص اللي عم يطلب التعاطف، يعني يطلب التعاطف هلا بالاونه الاخيره نحن بنسميه المحيط السلبي او اكثر، بيطلب دائما تعاطف، عم نشوفه تقريبا ب 90% من محيطك. يعني في حدا مثلا يعني كلياتنا عم نمر بظروف قاسيه وصعبه، بس نحن ما بنعبر، بس في مثلا اغلب المحيط لما تبلشي مرحبا كيفك انا هيك صار في يعني دغري بيقلك ممكن ما بتعرفي هي بس لحتى ما يتحمل المسؤوليه على فكره، بس مشان ما يتحمل المسؤوليه، يعني اغلب الناس صايره هي لدرجه انا بقول لهم نقائين، يعني دائما شكاين شكاين طول الوقت عم تشكي، يعني طول الوقت حتى لو كان مثلا صحه منيحه مثلا عنده رزق، بس يا الله في نعم بس مو مركزين عليا دائما تركيزهم على النقص. هو هدول الاشخاص هيك بيكون تركيزهم دائما على النقص سلبي، ودائما انه مثل بيقولوا على الكاس الفاضي، يعني وشيء سلبي انه حتى بيكون عنده نعم محيطه فيه بس هو خلص معتاد، فنحن لما بنعتاد على النعم ما عاد نستشعر قيمته. اما هذا الشيء بيؤدي اني نضل بحاله السلبيه والنقص، وانا بضل اشكي 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 اشكي. فهون قلت لك اذا الشخص كان قريب بقول له انه انا بحبك، بس خليني اقول لك شغله، انه انت هذا الدور اللي عم تقوم فيه ما رح يساعدك وما رح يقدم لك شيء، تحمل مسؤولية حالك وانا بقدم لك الدعم هون. ما بيشوف حالهم هيك اذا هو رضي، اذا ما رضي انا خلص يعني بعطي حد انه انا ما فيني اتحمل هي الطاقه وهي المشاعر. يعني الواحد اليوم يدوب عم يتوازن بحاله لحتى يقدر انا عم بحصم الانسحاب يقدر دور التعاطف. احنا بشر يعني بحاجته، بس انه بدك تعرفي انت تحطيه. بس احيانا حالة هدول الاشخاص بيكونوا عندهم اضطرابات نفسيه، يعني بيوصلوا لمرحله وقت عم تشخصي هذا الوضع انه انا دائما عم مو انا بشكل عام عم بيشكي كثير، ما في شيء عاجبه، وعم يطلع على الشيء الفاضي بحياته، ما عم يذكر نعمه تربوا عليه بالاشياء الايجابيه بحياته. هذا الموضوع ممكن يتطور عنده، خلينا نحكي في حال التطورات السلبية عنده، وين ممكن تصل حالته؟ هلا بحالة التطورات هلا فيها إذا اضطراب إنه هو ما بيتعاطف مع الآخرين أبداً، هون صار في اضطراب نفسي بيؤدي إلى مرض اسمه مرض النرجسية، بيكون الشخص نرجسي، هذا ما عنده قدرة أبداً يتعاطف مع الآخرين، هذا الشخص إنه بيتمحور الكون حوله ويفكر حاله إنه هو لأنه أي شيء هو سيد الكون. يعني إيه وفي أشخاص ثانيين هدول إنه يعني كيف بدي أقول لك، كيف بدي أوصل الفكرة، إنه هو إنه خلص يعني أنا عملت لي علي مثلاً، إنه هو ما قدر مثلاً يفهم مشاعره ولا قدر ينظم مشاعره، فهو رح يفوت بحالة انه ما بيركز على الايجابي، دائما بيركز على السلبي وعلى النقص. هدول رح توصل لحالة انه الناس رح تصير تنفر منه، صح، طاقة منفرة للاشخاص، ما عاد يلاقوا حدا يسمعهم ولا يتعاطف معهم ويبعد عنهم. فهذا الشيء رح يصير اكيد شعور مزعج لهم، يعني الناس صارت عم تنفر مني، طيب ليش؟ شو السبب؟ انت نفرت الناس منك بهي الطاقة، بضل عم بحكي بضل عم بشكي، حتى لما تقدمت لك الحلول انت ما عملت شيء. هون ممكن يلجأ لشيء نفسي، صحيح، اكيد اكيد، او تدريبات هو بتساعد على هذا الشيء انه الانسان يغير تفكيره، لانه اليوم نحن بنعرف بس الانسان غير افكاره تتغير نظرته للحياه اكيد، صحيح. يعني مثل الكاميرا مرهقين، يعني 10 سنوات من الحرب مرهقين عاطفيا، يعني مستنزفين حتى عاطفيا. طب اذا بدنا نحكي على التعاطف من باب الذكاء العاطفي بعيدا عن استعماله مش بالطريقه الصحيحه والنفسيه، قديش فعليا بياثر على صحتنا النفسيه؟ فعليا انا اقدر اشتغل صح، يعني لما اقول تعاطف عاطفي يعني وذكاء عاطفي شيء كثير حلو، انا عم اقول اذا نفذته بطريقه ايجابيه. صح. هو انا لازم يكون عندي دائما اول شيء بقوله لما انا بدي اعطي صح، بدي يكون من جوا خزاني مليان. فانا اول شيء اليوم قبل ما اقدم التعاطف لاي حدا بالحياه بدي اقدمه لنفسي،
بدي أكون متعاطف مع نفسي، عم راعي حالي، صحيح. عم أقدر ظروفي أنا فيها، عم أقدر إنجازاتي، عم أقدر المسؤولية اللي أنا حاملها، وعم كافئ حالي. العناية الذاتية هون هي أساس إني أنا كيف أقدم تعاطف صح للآخرين. بدون عناية ذاتية أنا رح أصاب بالإرهاق وما عاد فيني أقدم شيء، ورح أفكر كمان في أشخاص هم بيوقعوا بشغلي إنه حبهم للآخرين بيخلون دائما يركضوا عليهم ويتعاطفوا معهم. هون غلط، أنا يعني عم بدي الآخرين علي، ولكن الأولوية لنفسي. نحن قاسين على نفسنا، يعني هون هي تعاطف لازم يكون لنفسي لأقدر أقدم. يعني إذا أنا مثلا ما عندي خزاني فاضي، كيف بدي أقدم تعاطف للآخرين؟ بدي أشعر بعدين بالخزلان إنه ما قدروا قيمة الشيء اللي عملته، ما حسوا لما أنا كنت وقفت جنبهم بمواقف معينة كيف نسوني هيك، معقول ما شالوا قيمة لهي المعروف أو هي الوقفة اللي أنا وقفتها. بدك تصابي بالخيبة والخزلان آخر شيء يعني، فلا الأولى إني عبي من جوا. بدي في خيبات بحياتنا وخزلان بحياتنا من أشخاص كنا عن جد مراهنين عليهم، قدمنا لهم وما قدروا. بس انا ما بزعل، بقول انه انت بزعل للحظته، بس بقول انت قدمتي يعني شيء صح. هي بتزعل يعني مرحله في هلا اغلب الناس ما عاد عندها هذا الوفاء الكافي يعني، صح. حتى بس هلا لا تنسي كمان اليوم في اشخاص ما بيقدروا، فانا لما عرفت انه هذا الشخص ما قدر غباء اني ارجع اعطيه، يعني عليك تنسحبي خلص بقطع. صحيح، اكيد. بدنا نتشكرك على حضورك لليوم، وبنرجع بنقول كثير حلو اليوم رغم كل الظروف ورغم كل الضغوطات اللي عم نعيشها انه يكون في جانب محبه بحياتنا وعاطفي بحياتنا. اصلا نحن ما فينا نعيش بدونه، يعني اكيد. اي والله شكرا على حضورك اليوم. اهلا وسهلا بحضرتك. المحبه والتعبير عن المحبه والحب شيء كثير